صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم بحلقتنا ما في كومبيتيشن وما في خبريه وما في شيء، بس في اهم من هيك بكثير كثير كثير. اليوم عندي ضيوف رح ترافقون خلال هيدا الشهر لنكون نحن وانتم عم نتعرف على رجيمهم، كيف هن عم يمضوا هالشهر بالرجيم، ونتعلم منهم اشياء كثير مهمه عن الرجيم. طبعا اذا حيلا حدا منكم عنده اسئله لضيوفي او لإلي بهالوقت له علاقه بالرجيم، نحن هون مستعدين نكون عم نجاوبكم أكيد على حلا سؤال تسألونا إياه. لكن عم نحكي اليوم عن الرجيم، وكلنا بنعرف إنه كلنا بنحب نعمل رجيم لأسباب صحية، بنحب نعمل رجيم كمان لأسباب حتى شكلنا يكون منيح، ولكن الرجيم شغلة منا هينة، وأنا بعترف معكم إنه الرجيم شغلة مش هينة. اليوم رح نشوف مع جان وتانيا علاقتهم بالرجيم وكيف هن عم يعملوا الرجيم ولوين بدنا نوصل. فأنا بحب رحب بجان وتانيا، أهلا وسهلا فيكم معنا بالإم تي في. نحن رح نكون عم نرافقكم جان وتانيا هيدا الشهر ونكون عم نعمل هالرجيم. هلا بدنا كمان من خلالكم نكون عم نعرف هالمشاهدين على الرجيم اللي انتم عم تعملوه، على علاقتكم بالرجيم، هل انتم مرتاحين مش مرتاحين. باول شيء ببدايه الحديث بدي نتعرف عليكم. جان تعرفنا عنك. انا جان عنان، بشتغل سيلز بشركه اسمها اي سي سي، مين لي دوامي يعني من الصبح لمؤخر يعني شيء 6:30 7 لخلص. اوكي. وتانيا؟ تانيا بشتغل بأوفتالميك سنتر، شوي دوامي طويل يعني تقريبا 10-7، وكمان يعني عندي مشاكل مع الدايت اللي كنت انت عم تحكي عنه. اوكي، اكيد اكيد مثل غيركم من العالم حاولتوا بخلال حياتكم انه تكونوا عم تعملوا دايت. هلا شو هي المشاكل اللي كنتوا تواجهوها بخلال هالفتره؟ اللي هي انا اول مشكل من هلا اللي قلتوه هو مشكل دوامكم، فبحس انه هون الدوام بيكون في مشكل بتحضير اكل، اي ساعه بدنا ناكل، عشيه، الظهر، اتسترا. فكيف فيكم تخبروني عن انتم خبرتكم بالرجيمات القديمه اللي كنتوا عم تعملوها وليش كانت توقف؟ هي مينلي يعني بنعمل رجيم على فتره كنا نضعف شوي او يعني نضعف منيح، بس بالشغل ما دائما واحد في يكون مرجلج اكله انه انا بدي اكل بهالوقت او بدي اكل الاكل اللي بتكون طبختهم مثلا تانيا. ايام بنكون موعد برات الشغل فبنضطر على دليفري، والدليفري يعني لح واحد عم بيخبص دليفري ف بيخبصها منيح يعني. فلو واحد ضاع بيرجع بعد فتره اذا وقف فكره انه انا عم بعمل دايت بيرجع بصير من هون زعبره، من هون هيك عم نرجع نردهم كلهم يعني. عم باخذ منكم تيبس من خلال حديثكم لكون عم وجههم للجمهور. هلا قلت انت وقت واحد يطلع من فكره النظام، فاذا هيدي شغله منيح واحد يتعلمها انه نحن بكل حياتنا في عندنا نظام معين بدنا نكون عم نفكر فيه، هل يمكن نكون عم ناكل شيء طبخته ثانيه او مطبوخ بالبيت او شيء بالدليفري، ولكن بدنا نكون دائما عم نفكر فكره انه حتى لو عم باخذ دليفري او عم باكل بمطعم في فكره صغيره بالاكل الصحي بدي اكون عم بعمله. تانيا انت وين صوتك؟ ما بعرف انا رندا كان شوي عندي مشاكل بالطبخ صراحه لانه ما بلحق كثير يعني، كمان مثل ما قال جان يعني التوجه كان عم بيكون اكثر على الدليفري، وهالشيء ما ساعد يعني، كل فتره كنا نطلع وننزل بالوزن لانه بنبلش دايت شوي بتخبص بنرجع بننزل، يعني النظام ما عم بيكون كل الوقت ماشي هو زي اجين هو النظام. وهيدا بحلقاتنا القادمه لازم نكون عم نحكي اكثر كيف انا بدي ساعدكم بالنظام. هلا هالمره ليش تحمستوا انه تفوتوا بخبريه الرجيم؟ وعم لاحظ انه دائما عم تحكوا سوا، يعني انتوا وقت تعملوا رجيم عم تعملوه سوا، فكان هالمره مزبوط. هيدي كمان تجي فكره كثير كثير مهمه بالبيت، فاذا ليش تحمستوا هالمره على الرجيم؟ انا لإلي يمكن لاني وصلت لوزن اول يعني اول مره بوصل له بحياتي، يعني طلعت وزن كثير وخلص حسيت انه بدها قرار يعني انه لازم بلش. فهيك انا بحس انه بهي طريقه الدايت انه نتعود على كميه الاكل شو لازم ناكل، لانه كنا نعمل دايت بيكون شوي قاسي انه بدك تاكل بس هالقد او بس لحمه بس دجاج بس هيك، بس يخلص بنبلش على الاكل العادي ما بنعرف نرجع نعمل كنترول انه قد ايه الكميه.
يعني انا شفت من البوكس انه كميه صغيره، لا الكميه انا بالنسبه لي كانت تبقى كثير اكبر يعني من هيك. فاذا هون فكره انه يجيكم اكل خالص حمستك لنشوف قديش الكميه، بس كمان فيها تحمس من مجالات ثانيه. شو الاشياء الثانيه اللي في واحد يتحمس من خلالها؟ وقتها كان نحن حطينا دعايه انه اللي بهمه يفوت بهذا الرجيم رح يجي هلا اسبوعين بوكس كامل من الترويقة للعشاء. فإذا هالشي وين بتحسه بحمسكم كمان؟ يعني أنا اللي صراحة حسيته كتير هلأ أنه الكانتيتي اللي بدنا ناكلها، يعني مثلا أنا كنت كل نهاري يمشي صح أوصل على العشاء تخبص بالمرة، يعني العشاء يكون كتير أكبر من كل النهار يمكن كتير وزيادة أنه صراحة نحن تفاجأنا أول مرة شفنا البوكس الكانتيتي تبع الأكل كنا متوقعينها كتير أقل، يعني في أشياء قليلة بس الغداء هو غداء، هو صحن طبيخ مليان يعني كامل. وحتى الطعمة كانت يعني كنا أنا وجان عم نحكي إنه ما بيشبه أكل المستشفى، كنا متخيلين إنه بيشبه أكل المستشفى. أنا قلت لها حتخيل يعني حيجوا الأكل أكل المستشفى، يعني لا طعمة ولا شيء، لأنه هيك يعني واحد بياخذ فكرة إنه أكل الهلسي أو أكل الدايت منه طيب، يعني إذا ما في زبدة ما في هول الأشياء. فلا طلع كتير طيب الأكل، يعني تفاجأت مع انه الترويقه بس هيك سخطوره مش حجم الا ما في شيء الا ما في شيء بدنا نقلل. لا اكيد يوجوالي واحد معود كميات كبيره شغله طلعت انه مزبوط. هلا دائما عم خبر انا المشاهدين انه الاكل الصحي والاكل اللايت واكل الرجيم اكيد في يكون اكل طيب، وهيدا اللي انتم عم تكتشفوه هلا. خلينا نشوف سلايد شو على اوزانكم، وين انتم وين نحن حاطين تارجت لانه نوصل. اذا بنقدر نشوفه هون تانيا وجان عندي بالكلينيك واقفين بطريقه بس لتشوفوا انه لابسين على قد جسمهم، لنشوف نحن هون الاشياء اللي هي بدها تصغر مع الوقت نحن وعم نصورهم بالاسابيع القادمه. بصوره ثانيه عم نشوف هون مش بس وزنهم، رح خبركم انه جان بالصوره اللي محطوط مكتوب اسم جان وزنه 122.7، الفات عنده 39.8. هلا بتانيا ثاني محل هي 67.4 والفات عندها الدهن 28.7. اذا بنشوف الصوره اللي بعدها نحن هون هيدا اسمه هيلثي ميتر عاملينه، جان 122.7، نحن بعد 12 يوم رح نشوفه لجان ولتانيا بالكلينيك وهدفنا نصير 119.7. فأنا بدي أشوف إذا جان رح يحقق هيدا الهدف من خلال الأكلات اللي نحن بعثنا له إياهم، أما لا لنشوف على مدة شهر وين نحن بدنا نوصل. هات لنشوف تانيا وين بنتوقعها. تانيا بنتوقع إنه تكون عم تخسر 2 كيلو، فإذا جان لازم يخسر 4 كيلو تانيا بدها تخسر هال 2 كيلو تصير 65.4. السلايد اللي بعدها بليز. هون عم نشوف جان وتانيا واصل لهم الاكلات، مبسوطين فيهم هيئتكم وعم تفتحوا البوكس وعم تشوفوا شو في بقلبها لتكونوا عم تاخذوها. كثير منيح. لنرجع هون لموضوعنا انه نحن وين الهدف بالحقيقة اللي أنتم بدكم توصلوا له؟ هدفنا صحي. أنا كمان بحب خبر المشاهدين أنه شكر الله اتنيناتكم بصحة كتير جيدة، يعني أوقات نحن عندنا أشخاص بيعملوا رجيم بيكون معهم كوليسترول، بيكون معهم ضغط، يمكن سكري، يمكن مشاكل بالكلاوي، في عندنا أشخاص بيكون عندهم حساسيات معينة، أنتم هيدا كله ما كان عندكم إياه، فهيدا شيء كمان فيكون عم بيساعدنا بانه نحن نعطي الاكل منوع لكم، وبهالطريقه وقتها تعرفوا من الاول انكم عم تاكلوا كل شيء وانتم عم تضعفوا، مثل ما قال جان هيدا الشيء فيساعدنا لنكون عم نكمل بهيدي الطريقه. فهون انتم شو حاطين؟ كل واحد فيكم بدي اعرف شو حاطط هدف، وين بدكم توصلوا؟ يعني انا انت قلتي لي لازم عندي شيء 20 كيلو لازم شيلهم، هلا اذا قدرت شلتهم شيء كثير عظيم. يعني اول شيء لو هلا ما عندي كوليسترول او هودي الامراض، بس بتخيل قريبا اذا كملت هيك ديفنتلي وصل لها يعني. سو الهدف صحي اول شيء، بلس كمان شيب، يعني انه ما
منيح واحد هيك نرجع نتذكر كيف كنا يعني من كم سنه يعني نرجع ننزله. لكن انت عم تقول 20 كيلو، طبعا نحن بدنا نكون كثير منطقيين باللي عم نضعفه. انت مبدئيا بخلال هالشهر اذا ناطرين نحن نكون عم تضعف 6 كيلو، باشهر بعد 3 اشهر بركي بتجوا لعنا حلقه على التي في بنفرجي انه انتم كيف وقتها تكملوا رح تكمل عم تضعف، وبدنا نفرجي المشاهدين انه انت مزبوط ل 20 كيلو فيك تكون عم تنزلون، فيك تكون عم تنزلون من 6 ل 8 اشهر. تانيا، يعني انا بدي اتعلم اكل صحي، بدي اوصل لوزني واعرف حافظ عليه، يعني مزبوط. هذا كان التحدي الكبير تبعي، ولا مره على طول بوصل لوزني الايديال بس ولا مره بقدر كفي. فبطريقه الاكل يعني انه اكون عم بعرف شو اتروق اتغدى واتعشى، والسناك اللي انا كثير بحبه يعني ما بستغني عنه، يكون عم بقدر ضلني مرقون محافظه على وزن اكثر وقت بقدر يعني، واتعلم بركه يعني شوي من الاكلات كيف انا اعمل اكل صحي يعني هالشيء بيساعد كمان. فاذا هون هدفك انك تحافظي على الوزن، لانه طبعا مثل ما المشاهدين شافوا انه انت ما عندك وزن كثير كبير، ولكن نحن بدنا نكون عم ننزل، في عندنا وزن زائد، في عندك دهنيات لارجع 28.7، انت الدهنيات المضبوطه بجسمك لازم ما تكون اكثر من 20 كيلو. فاذا عندنا تقريبا ال 8 كيلو اللي هو ليكون جسم مثالي بدنا نكون عم ننزلهم، ولكن مثل ما قلتي كيف نتعلم ننبسط بالاكل الصحي ونكون عم نحافظ على الوزن، هي شيء كثير مهم. هلا اليوم نحن بحلقتنا وأول مرة شفنا بعضنا ما حكينا كثير عن الرياضة اللي هي كمان بحلقات ثانية رح نكون عم نحكي عنها، ونشوف كيف بدنا نسرق لها الوقت اللي دائما كل العالم بتقول لي ما في وقت وبدنا نسرق لها وقت. هلا لارجع شوي على خبريتكم وخبرتكم مع البوكس اللي عم يجيكم، البوكس الحاضر من مطابخ بيري لايت. فإذا نحن اتفقنا أنا وأنتو على رجيم معين بدنا نكون عم ناخده، جان عم ياخد 1700 كالوري وتاني عم تاخد 1300 كالوري، عم يوصلوكم بخلال البوكسات. بعد ما اتفقنا شو بدنا نحن ناكل وقديش، اتصلتوا بالمطابخ وبمطبخنا وكنتوا عم تتواصلوا معهم. فإذا هون شو صار من بعدها؟ جان خبرنا. أحلى شيء إنه في واحد ينقي شو الأشياء اللي ما بياكلها واللي بياكلها. يعني أنا عندي مشكلة مع مثلاً الخل وبعض الأكلات مثلاً باذنجان وهيك، فكانوا كتير متعاونين يعني قلنا له إنه هودي، فما عادوا يبعتوا. كانوا أول نهار كانوا بعتوا السلاد مع صوص فينيجر، بعدين خلص صاروا يبعتوها مع حامض زيت. سو إنه في إذا واحد شغلة ما بيحبها أو هيك كتير إنه بيهتموا بهذا الموضوع وبيضبطوا الوضع. اكيد بده بالنتيجه بده واحد ياكل شيء بحبه مثل ما قلنا ليكون عم يكمل. ماني ناسي هلا انه انت اعلنت على التي في انه انت الصبح كميه الترويقه هي صغيره، بس هيدا الشيء نحن دائما في واحد يكون عم يلعب فيه جان. يعني اول شغله اذا انا بدي احافظ لك على ال 1700 كالوري، بالحقيقه فينا نكون عم نزيد شوي بالترويقه، ولكن بدك تعرف انه بده يخف من محل ثاني. فهيدا الشيء في يكون انا وانت عم نتفق عليه، اذا انت بتحس هيدا الشيء مهم فينا نعمله. وبين الترويقه والغدا في سناك صغيره اللي هي الفواكه بالاجمال. فكمان في ناس اللي ما بيجوعوا قبل الظهر بيتروقوا وما بياخذوا هالسناك، بيتركوها لبعد الظهر. فاذا كمان في واحد يلعب بقلب هالبوكس وين الاشياء اللي نحن فينا نحط اشياء قبل الظهر بعد الظهر والعكس هو صحيح. فاذا هون انا كمان هلا رح اعلن انه رح زيد لك الترويقه. هلا انا عم جرب كنت اخرها للترويقه الماكسيموم يعني حتى باين للظهر يعني. كمان هيدي فكره، كمان هي فكره. تانيا، انا حبيت انه الاكل بيوصل كثير على الوقت، يعني الصبح بوصل على الشغل. يعني امبارح كان اول يوم بالشغل سبت واحد، لانه جابوا لنا كمان شيء منيح الاكل تبع السبت والاحد، يعني كانوا حاضرين عنا بالبيت. وصلت على الشغل في ترويقتي وغداي، وحتى اخذت العشاء معي على البيت. انا الترويقه كانت سبال عشاء، لانه معوده كانت كانتيتي الاكل بكلها عشيه اكثر. العشاء يعني تعشيت بس بعدها ضليت جوعانة، يعني تقلك زعبرت شوي يعني. نشوفها يعني كمان هيدي انا بعتقد انه كثير في اشخاص بيزعبروا، ولكن شو هي تزعبر هون اللي بيفرق كمان بين يعني شخص وشخص. جربنا اكثر يكون خضره، كرامب، خيار،
بس يمكن نستبت عشية نظابر ما بعرف بس لازم نعبي وقت. معودين كنا من عشية بزورات وهيك، فامبارح حضيناها باثنين ثلاثة كرامب يعني على الخفيف، مع انه قطع يمكن فواكه مجففة اكلت شيء مشمش مجفف، حسيت كثير بدي شيء هيك. انا ما زعبرت هي بس برافو جو عم شكين هلا. فمثل ما قلتي انه وقت نكون عم ناكل خضرة اذا هالشيء ما بينفخنا اما بيضايقنا نحن جسديا، اكيد الخضرة فيها تكون عم تتاكل. هلا برات الهواء سمعتك عم تقولي لي رندا زعبرت بكرامب، ما هو مثل الخس. هلا هو منه مثل الخس لانه هو في نشويات اكثر. انا بس بدي تعرفوا انه كل ما كانت الاشياء ورقيه اللي هي الخس والروكا والزعتر وهيك، كل ما هن اكيد اخف فيهم مي اكثر بيكون الياف اكثر، ولكن اوقات نحن بدنا شيء يقطع قلبنا، فالكرام كمان شغله منا غلط ابدا. حتى واحد اذا مرق وحده شمندر، اذا مرق جزرتين كمان منهم غلط في واحد يعملهم. ومن احد النصائح اللي في اشخاص كثير بيستعملوها هو وقت يكون في سلطه، يعني بيقولوا لي الظهر شبعنا من الاكل ما اضطرينا انه نكون عم ناخذ السلطه، فهون بقول لهم انا إذا ما اضطريتوا تاخذوا السلد فيكم تاخذوها بالليل. أوكي. على كل حال هيدي خبرة مع جان وتانيا، ميرسي كثير لحضوركم، ميرسي لأنكم عم تساعدونا عم تساعدوا الجمهور حتى يكون عم من خلالكم كمان هو عم ياخذ التبس المعينة ليكون عم يعمل فيها رجيم. نحن بنلتقي الأسبوع الجاي فيكم وبنكون عم نشوف وين أنتم صرتوا. رح أقول لكم جود لك، ورح أقول كمان لمشاهدينا جود لك ونهاركم إن شاء الله نهار مبارك.